لما بيكون ليك ابن صغير ويبتدي يكبر قدامك، كل اللي بيدخل عليه بيسلم عليه ويسأله سؤال: انت عايز تبقى ايه؟ انت عايز تبقى ايه؟ يعني بمعنى اصح، يعني انت هدفك تكون ايه؟ طبعا الاولاد على حسب الميول بتاعتهم واللي بتتفرج عليه في التلفزيون، فاللي يقول لك دكتور واللي يقول لك ظابط واللي عاوز يقول لك وكيل نيابه واللي عاوز يقول لك ده مهندس، فكل ولد تبص تلاقيه ليه هدف غير اي حد تاني. وطبعا الاهداف بتتغير على مراحل العمر كلها بتتغير. لو بصيت للولد انا عاوز اكبر وابقى جامد وقوي، يكبر انا عايز يكون لي عضلات، يكبر حبه انا عايز انجح في المدرسه، ينجح ويكبر وبعد كده تساله بعد كده يقول لك لا انا بقى عندي هدف اكتر من كده. اصبح ان في اهداف متغيره وفي هدف ممكن يكون ثابت. الاهداف المتغيره موجوده عند كل الناس، لكن احيانا كتير الناس كلها بالرغم ان في اهداف متغيره لكن احيانا بتخصص هدف معين تسعى ليه وبتعد نفسها للهدف ده. يعني مثلا كان بيخدم في قلب الكنيسة، وهو بيخدم في قلب الكنيسة كان خادم نشيط حلو قوي، أنا واحد من الناس بحبه. كنت قلت في مرة من المرات أروح أزوره، ودي كانت أول مرة لأن احنا متواجدين كتير في الكنيسة طول عمرنا مع ابتدائي واعدادي وثانوي وخريجين وجامعه، فاحنا كنا موجودين معاهم مراحل سنيه كبيره. فقلت في مره من المرات اروح ازوره، رحت ازوره استعجبت وانا خارج، ازاي لابس اللبس ده في قلب البيت؟ كان لابس الهدوم مقطعه، مع انه هو قاعد في بيت نظيف حلو قوي جميل، وهو اصلا مهندس، يعني اصلا مهندس. طيب ليه لابس الهدوم المقطعه دي؟ انا مش عارف، لكن اكيد هو ايه عارف ليه هدف. ايه هو الهدف بتاعه؟ هو ما بيقولوش لحد، لكن بينه وبين نفسه هو عارف الهدف. الهدف بتاعه كان بيعد نفسه ان يكون راهب في قلب الدير، ودخل بالفعل بعد ما توظف وقعد فتره معينه صغيره راح داخل الايه الدير وقعد في قلب الدير. اصبح ان في هدف الانسان بيسعى ليه. تربيتنا في قلب الكنيسه وتربيه كل واحد فيكم وواحده فيكم لأحفادها أو لأولادها بتؤثر في إيجاد الهدف، بيتوجد الهدف عند الولد. ممكن الولد يكون هدفه يكبر في العالم بس عينه على مين؟ على السماء، يفضل عينه على السماء حتى لو ما راحش الدير، ويقع ويقوم ويكمل، ويقع ويروح يعترف ويقوم ويكمل، لكن برضه عينه على الايه؟ لكن هو حياته عارف ان الهدف بتاعها ما ينفعش يكون فين؟ في الدير. مش كلنا ينفع نروح الدير، لان كل واحد ليه وزنه على الارض، سواء كانت الوزنه دي في الدير او سواء الوزنه دي على الايه؟ على الارض. فاصبح ان كل واحد فينا ليه وزنه وليه هدف هو بيسعى ليه علشان يحققه. احيانا الظروف بتجبرك على هدف معين، لكن وهي بتجبرك على هدف معين كان يسبقها احداث بتخليك تنفذ الهدف اللي الظروف اجبرتك عليه. زي ايه؟ زي الانبا بولا. الانبا بولا طلع هو واخوه
متربيين في بيت واحد، مشوا بيت واحد لغاية ما وصلوا هما الاثنين لوقت معين. ايه هو الوقت دوت؟ ان الاب صب لهم ايه؟ ميراث كبير. واختلفوا هما الاثنين وفضلوا ماشيين هما الاثنين. الكبير عاوز ياخد حق الايه؟ الصغير. والصغير متضايق وزعلان لان ربنا ما قالش كده. الصغير مرتبط بالكنيسة اكتر، الكبير مش مرتبط بالكنيسة قوي. لكن جه لقى اخوه، وصلوا هما الاثنين لحرس سد زي ما بنقول، يعني هنروح محاكم وهنفصل الحقوق بيننا وبين بعض. طب انا هعمل كده ليه؟ علشان اخد حقي وبعدين واخويا هيفضل زعلان مني، طب انا هسيب له الدنيا. الظروف اجبرته على كده. ليه؟ لانه هو اصلا عنده حياه مسبقه مع مين؟ مع الله. انا هسيب له كل حاجه. وبالفعل ساب له كل حاجه وراح لايه؟ وراح للبريه وقعد فيها. مين يذكر اخوه؟ اسمه بولس. بولس. مين يذكر بولس؟ ولا واحد. لكن كم واحد يذكر بولس؟ كثير. الهدف مهم من حياتك. ايه هو بقى هدفك انت؟ يتفرق. هل تفرق الهدف معانا؟ اه، من دي الوقت الهدف يفرق. ان انا اعد نفسي للايه؟ للسماء. بس تكون امين على الهدف، امين على تنفيذ الهدف. انك هتوصل، يعني هتوصل. تراقب نفسك كل يوم، تعال نقول يا رب انا هدف اوصل للسماء وانت هدفي.